السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة، تشاكن شيش الدجاج. وصفة في منتهى الروعة والجمال، هتعجبكم جدا، لازم تجربوها، وكمان تغيير عن أكل كل يوم وأفكار كل يوم. أنا هنا قدمتها مع خضار مشوي، وقدمتها مع أرز بسمتي مبهر بالشعرية. شايفين شكلها عامل إزاي؟ طعمها أكتر من رائع، لازم تجربوها بنفسكم عشان تحكموا عليها. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ده غير الطعم اكتر من رائع، ياخدنا في عالم تاني خالص. يلا بينا على الطريقة. انا هنا استخدمت كيلو من شيش الدجاج، وعليه ربع كيلو من الصدور الفراخ. فرمتهم في الكبة كويس، وفرمت 3 حبات من البصل فرم ناعم. وهجيب البولة بتاعتي وابتدي اعصر البصل. انا هنا محتاجة مية البصل، ابتدي بقى اضيف البصل اللي انا عصرته على الفراخ، واضيف عليها 2 معلقة كبار من البقدونس والبهار بتاعي، 1 معلقة كبيرة من الكركم، و1 معلقة من الكاري ومن الملح، وحبهان مطحون وفلفل اسود وكزبرة ومرقة باودر ورشة صغيرة من البيكنج باودر، 2 معلقة كبار من الزبادي، و2 معلقة كبار من المستردة. ابتدي بقى اخلط المقادير كلها مع بعض. اول ما توصل معايا للشكل ده رجعها تاني الكبة، وافرم المقادير كلها مع بعض. وهنا بعد ما فرمتهم في الكبة تاني، هنا بقى دي مية البصل هبهرها ب2 معلقة كبار من الزيت، ومعلقة من الصوص الباربيكيو، ورشة من البابريكا المدخنة، ومعلقة صغيرة من الخل، ومعلقة صغيرة زيها من دبس الرمان. ابتدي بقى اقلبهم مع بعض. ودي الخلطة اللي انا هعمل بيها الشيش، افرده على السيخ بتاعي. ويلا بينا نجهز الشيش ونشوف ازاي هنعمله مع بعض. انا هنا خدت من خلطة البصل مية البصل اللي انا عملتها، اخد قطعة من الشيش وافردها على سيخ الشوي العادي بالشكل ده. ابتدي بقى انزله في الطبق بتاعي برفق، بحيث ان الشكل ما يتغيرش، ولو اتغير احاول اظبطه بايدي. هعمل واحدة تاني معاكم. وهخلص كل الكمية. هنا بقى احضر جريل على نار متوسطة، انزل بمعلقتين من الزيت عليهم 3 مكعبات من الزبدة، وابتدي اشوح الشيش بتاعي في الجريل كده على نار متوسطة. اهم حاجة ما تكونش عالية عشان ما يتحرقش معايا وما يستويش من الداخل. هنا هنزل بالشيش بتاعي في الجريل، مش قادرة اوصف لكم قد ايه الريحة كانت قلب البيت. ابتدي بقى اقلبه على الجهة التانية. هنا كنت قطعت بقى خضار، بعد ما خلصت كمية الشيش كلها هنزل في نفس الجريل بالخضار بتاعي، وعليه مكعب من الزبدة ورشة من الزيت، واشوح الخضار بتاعي. هنا نزلت البصل مقطعه مكعبات، عليها طماطمايه ورشه من السماق
ومعلقتين من خلطة مية البصل. ابتدي بقى اشوح الخضار مع بعضه كده في نفس الجريل. وهنا كان جاهز معايا، وهنا الشيش انا قدمته مع شرايح من البصل. بهرت البصل بالسماق، مش قادره اوصف لكم قد ايه كان طعمه اكتر من رائع، لازم تجربوا بنفسكم وتقولوا لي ارائكم. هنا بقى قدمت الوجبه كامله مع بعضها، شويه من الخضار على شويه من رز البسمتي المبهر بالشعريه، ده طبعا هعمله لكم في وصفه تانية خالص، مش قادره اوصف لكم قد ايه الطعم كان جميل ورائع ومظبوط جدا، وكمان اكله جديده وتغيير وهيتبسطوا منها جدا. اتمنى من كل قلبي الوصفه تكون عجبتكم، يلا هستنيكم تجربوها وتقولوا لي ارائكم في الكومنتات، والف هنا على قلبكم.